السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما ان احنا دخلنا في توقيت الخريف وده بداية زراعة الخضروات الشتوية، فاحنا نحب ننتهز الفرصة في البداية ونحب نزرع مع بعضنا ان شاء الله كل الخضروات الورقية والخضروات الشتوية. طبعا انا حابب ان ننزل فيديو في البداية خالص عشان الناس كلها تستفيد، مش حابب ان انا ننزل فيديو في نهاية الموسم علشان خاطر الناس مش هتستفيد اي شيء. واكلمك بالتفصيل عن الزراعة وازاي انك انت تحصل على محصول صحي بدون اي مبيدات وبدون اي اسمدة كيميائية. وكل الخضروات اللي احنا بنزرعها في المنزل بتكون لها طعم ورائحة غير اللي احنا بنشتريها من السوق بشكل مختلف نهائيا. الخضار اللي احنا بنشتريه من السوق، الجزر والخيار والكلام ده كله، بيبقى ملوش اي طعم نهائي، لكن اللي احنا بنزرعه في البيت يعني سبحان الله بيكون ليه طعم مختلف بشكل غير عادي. المهم لو انت اول مرة بتشاهدني ياريت ما تنساش انك انت تضغط لايك وتشترك في القناة علشان نقدر نكمل مع بعضينا بقية المواضيع ان شاء الله. والحلقة بتاعت النهاردة هنخصص فيها موضوع لزراعة الجزر، وان شاء الله في خلال الحلقات القادمة هنحاول ان احنا نتكلم عن الطماطم وعن الخيار وعن الفلفل وبقية المزروعات. وكمان في خلال الحلقات القادمة ان شاء الله هكلمك عن ازاي انك انت تحصل على البذور اللي هتستخدمها في الزراعة، لان طبعا البذور تعتبر العامل الاساسي في كمية المحصول وكمان في تحملها للامراض وللاصابات الحشرية، لان اغلب البذور اللي احنا بنتحصل عليها من الخضروات اللي احنا بنشتريها من السوق بتكون غير صالحة للزراعة وبتكون كمان واخدة كمية اسمدة كبيرة، فعلشان كده ما بتديناش محصول جيد وكمان بنضيع وقت ومجهود طويل على الفاضي من غير ما نستفيد اي شيء. المهم ان احنا نزرع النهاردة جزر في الارض المستديمة، وان شاء الله في خلال الحلقات القادمة هنزرعه فوق السطح بشكل كويس وناخد منه محصول برضو كويس، وده علشان الناس اللي ما عندهاش ارض مستديمه. ولما نبتدي ان احنا نزرع في الارض المستديمه اول حاجه نعملها نبتدي ان احنا نعمل ازاله لكل الحشائش اللي طالعه في المكان اللي احنا نبتدي نزرع فيه، دي اول حاجه. تاني حاجه على طول هنبتدي ان احنا نقلب التربه زي ما حضراتكم شايفين تقليب كويس علشان خاطر الفطريات والامراض اللي موجوده داخل التربه تبتدي ان هي تطلع وتتعرض للشمس وتتعرض للهواء، وكمان لو في اي بذور للحشائش متبقيه من الزراعات اللي فاتت تبتدي ان هي تتكشف للشمس وتبتدي ان هي تموت علشان خاطر ما تطلعش معانا تاني في الزراعة الجديدة ان شاء الله. والجزر بيحب التربة الخفيفة، التربة الرملية الى حد ما، لان طبعا الجزر احنا بنعتمد فيه على الجذور هي اللي بتبتدي تتعمق في التربة، فطبعا لازم تحتاج ان التربة تكون خفيفة علشان تقدر تنزل فيها وتدينا حجم كويس وتدينا شكل الثمار كبير. بعد ما خلصنا تقليب التربة على طول هنبتدي ان احنا نحط مخلفات الطيور او مخلفات الابقار، لان احنا مش هنستخدم اسمدة كيميائية نهائيا، ودي المرة الوحيدة اللي احنا هنحط فيها السماد. هناخد ان شاء الله خضار بحجم كويس جدا وهناخد طعم في منتهى الجمال علشان السماد اللي احنا هنحطه. لو حضرتك ما عندكش مخلفات الطيور او الابقار هتضطر انك انت تستخدم اي نوع تاني من الاسمدة اللي موجود عندك او اللي احنا عملناه على القناة، بس هتستخدمه بشكل دوري، يعني في كل مرحلة من مراحل النمو هتبتدي انك انت تحط سماد. اما السماد ده هنحطه مرة واحدة بس في البداية خالص وخلاص على كده، وهناخد منه احسن خضروات ان شاء الله. وبعدين هنبتدي في توزيع السماد اللي موجود معانا على كل مكان في التربة علشان كل التربة تستفيد بشكل كويس. والسماد اللي احنا بنستخدمه سماد خام، يعني احنا ما عملناهوش تخمر، زي ما هو كده خدناه من تحت الطيور ومن تحت الابقار وحطيناه في الارض بشكل مباشر، هيبتدي ان هو يتخمر في التربة مع نفسه مفيش اي مشكلة فيه. وكده دي المرحلة الاولى ان احنا قلبنا التربة وضفنا لها مخلفات الطيور او مخلفات الابقار، هنسيبها لمدة يومين في الشمس وبعدين نبتدي ان احنا نرويها ونرجع لها تاني. وهنا بعد ما سيبناها في الشمس هنبتدي ان احنا نرويها بشكل كويس، نرويها ري غمر علشان السماد اللي احنا حطيناه يختلط بشكل كويس ويبتدي ان هو يدوب في التربة. ورجعنا تاني بعد ما الارض جفت هنبتدي ان احنا نعمل خطوط عشان نزرع عليها الجزر. طبعا انت ممكن تزرع الجزر بشكل مباشر بس انا احب ازرع على خطوط، لان الخطوط بتدينا حجم الدرنات بيكون اكبر من اللي احنا بنزرعه بالشكل العادي. كده احنا خلصنا، هنبتدي ان احنا نحط البذور مع عملية الري. بذور الجزر طبعا بتاخد حوالي من 10 لـ15 يوم قبل ما بتبتدي في عملية الانبات، يعني احنا لازم نصبر عليها شوية، وكمان لازم نفضل نروي التربة بشكل مستمر، لان طبعا الجزر بحب التربة تكون
رطبة بشكل دائم، يعني احنا لازم نروي على فترات قريبة لكن نروي كمية مياه قليلة. انا زرعت 3 4 بذور، وبعدين الليف بدأ ان هو يعمل غزو لكل مكان عندي في البيت. انا بنصح اي حد انه يزرع بذور الليف عنده، يعني 3 4 بذور بالكتير 5 بذور، وزي ما انت شايف المنظر طبعا جميل ازاي، وهيبتدي تطلع زهور لونها اصفر في منتهى الجمال. الليف بيبتدي ان هو يطلع تفرعات ويبتدي ان هو ينتشر في كل مكان، يعني انت مش هتعمل اي مجهود ولا هتمد له حبال ولا هتمد له اي حاجه خالص، وهيبتدي مع نفسه في كل مكان ينتشر. وانا بعد مرور حوالي 9 ايام من زراعة بذور الجزر، زي ما انتم شايفين بدأت عملية الانبات بشكل كويس. هنبتدي ان احنا نروي برضو بشكل دايم بصفة مستمرة لحد ما البذور كلها تبتدي تنبت. وزي ما قلنا احنا خلاص مش هنضيف اسمدة تاني، لان احنا كده ضفنا سماد مخلفات الطيور والابقار في بداية الزراعة، فكده احنا مش هنحتاج اي نوع من انواع الاسمدة ولا اسمدة كيماوية ولا اي نوع من انواع الاسمدة. الميزة في زراعة الجزر ان هو قليل جدا ما يصاب باصابة حشرية، علشان كده انا بنصح كل الناس انها تزرع عندها في المنزل، بيكون طعمه في منتهى الجمال طبعا غير اللي احنا بنشتريه من السوق. وهنا بعد مرور شهرين بالظبط زي ما حضراتكم شايفين منظر الجزر ومنظر النمو الخضري، والله انا ما حطيت اي نوع من انواع الاسمدة غير اللي احنا حطيناه في البداية خالص، يعني منظر جميل جدا مش محتاج اي كلام. طبعا الورق ده كله ممكن نستفيد منه، لو عندنا طيور ممكن نحاول نخف النمو الخضر شوية ونستفيد بيه، وفي ناس بتاخده تعمله على السلطة لانه ليه ريحة مميزة جدا غير الجزر اللي احنا بنشتريه من السوق، يعني ريحة الورق نفاذة بشكل غير عادي، يعني بتشمه على بعد مسافة كبيرة جدا. وفي خلال المرحلة اللي فاتت والمرحلة اللي احنا فيها طبعا بننقي الحشائش بشكل مستمر، نحاول ان احنا اي حشيش يطلع وسط جزر نحاول نشيله بشكل مستمر، وبعدين هنبتدي ان احنا نقلب التربة حوالين الجزر علشان يدينا درانات بشكل اكبر وحجمها كبير، ولو ممكن في جزر داخل مع بعضه ممكن نحاول كمان ان احنا نخفه عشان يدي فرصه للدرانات انها تدينا حجم كويس. وعلشان تستفيد استفاده قصوى من المساحه ممكن حضرتك تزرع الحدود اي نوع تاني من انواع الخضار، زي ما انت شايف كده تزرع ليفت، ده اسمه ليفت عندنا في مصر، فمش عارف في الدول العربيه ليه اسم تاني ولا هو نفس الاسم، بس انا معتقد هو اسمه ليفت في كل الدول العربيه. لو ليه اسم تاني مختلف عندك يا ريت تكتبولي في التعليقات عشان نستفيد معلومات اكتر. والليفت عندنا في مصر احنا ملوش غير استخدام واحد فقط لغير، احنا بنستخدمه في عمل المخلل، فلو كنت انت بتستخدمه بشكل تاني يا ريت تكتب لي كمان في التعليقات علشان نستفيد اكتر. وزي ما انتم شايفين طبعا ده الفجل الابيض طبعا معروف مفيش كلام. ولو لسه حضرتك موجود معايا من اول ما زرعنا الجزر من 3 شهور يا ريت ما تنساش انك انت تضغط لايك وتعمل شير للفيديو عشان الناس كلها تستفيد، ولو عندك اي استفسار سيبولي في التعليقات، لو عندك كمان سؤال سيبولي وارجع ارد عليك ان شاء الله. وما تنساش في خلال الفيديوهات القادمة هنتكلم ازاي انك انت تحصل على البذور جيدة تديك محصول وفير وتديك محصول كتير بدون ما تشتريها وتفضل معاك سنوات طويلة. اشوفكم ان شاء الله الفيديو القادم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.